عرفت صديقا شاركني حلقات التحفيظ في المسجد، وكنت يومها معجبا بحرص والديه على حفظه، ولكن عندما كنا نذهب لنلعب لم يكن يشاركنا اللعب. فسألته: لماذا لا تشاركنا اللعب ونحن كلنا أصدقاء المسجد؟ فقال: أنا أريد وبشدة، لكن أبي يمنعني، يقول: أنت تمارس رياضة الجيدو في النادي وهذا كافي، كفاك مضيعة للوقت وركز في الحفظ. فسألته عن قوانين هذه الرياضة ومتعة ممارستها، فقال: أنا لا أستمتع ولا أعرف قوانينها، فقط أبي سجلني في هذا النادي لأن المشرف عليه هو صديق أبي. ولما انتقلنا إلى الثانوية استغربت من تغيير تخصصه، فرد علي أن أمه قد غيرت تخصصه لأنها تريده أن يكون طبيبا في المستقبل. وهذا الصديق الذي أحكي عنه قد أتم حفظ القرآن كاملا واجتاز المرحلة الثانوية، ولكنه لما دخل إلى الجامعة لم يحصل على أي شهادة جامعية لأنه غير تخصصه مرتين تأثرا بأصحابه الجدد، وفي الثالثة تعرف على من أقنعه أن يترك الدراسة نهائيا، بل ودخل في دوامة من المحرمات والشهوات، حتى أنه أدخل والديه في أزمات نفسية لكثرة ما حاولوا مرارا وتكرارا أن ينقذوا فلذة كبدهم وما استطاعوا. سلمت عقولا ينهشها زيف الأحلام. خلق أبناؤنا لزمان غير زماننا، زمان يحاول سحق القيم والمبادئ بشتى الوسائل والطرق، زمان يحتم عليك جهدا مضاعفا للبحث عن أفضل السبل لإنقاذ بذور الخير في ولدك. تحب أن تنعم بثمار التربية الصالحة، تخلف بعدك صدقة جارية. رافقني في هذه الحلقات لنستثمر في أثمن ما نملك، ونتعهد نبتنا حتى يستوي على سوقه، فيكون بإذن ربه نباتا حسنا. تغريب سرق هويتها وفراغ بعثر طاقتها. تغريب سرق هويتها وفراغ بعثر طاقتها. دنيا ما لن يغدو هدفها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. كلنا يريد أبناء صالحين محافظين على الصلاة، حافظين لكتاب الله، متفوقون دراسيا، وهذا جميل وهو المبتغى، لكن احذر أن يكون هذا الإنجاز مبني على إضعاف شخصية ولدك. أجمع علماء التربية على أن أهم وأول ما تفعل مع ابنك هو بناء شخصية قوية. ابنك قد يقبل على حفظ القرآن في سن كبيرة، قد يرسب في سنة دراسية ثم يعوض في السنة القادمة، أو قد ينجح في حرفة أو تجارة، لكن الشخصية إذا لم تقوى في السنوات الأولى فإنها ستظل ضعيفة طول عمره، وبالتالي أنت معرض لأن تخسر كل ما بنيته في ابنك في أي لحظة. فهو إذا مشى مع الكذابين صار كذابا، وإذا صاحب المدخن صار مدخنا، وهو معرض للاعتداء أو العنف في أي فترة لأنه قابل للانقياد والطاعة، ونكون نحن من روضناه أولا وأضعفنا مناعته بكثرة اللوم والنقد والصراخ والإهانة والسخرية وعدم الإنصات له. نشرت كلية الطب بكاليفورنيا سنة 1986 أن الطفل لما يصل إلى سن 18 سنة يكون قد تلقى ما يفوق 100,000 رسالة سلبية في مقابل 600 رسالة إيجابية فقط، وكل هذه الرسائل السلبية غبي، حيوان، كسول ستبقى عالقة في ذاكرة الطفل، محفورة في قلبه لتشكل شخصيته فيما بعد. يا من يريد أن يكون نباته حسنا، لا تستهن أبدا بوقع الكلمات على أولادك. إذا استطعت أن تحافظ على قوة الشخصية في ابنك فقد حققت نجاحا هاما كمربي. أول شيء، لا تنسى أن تشبع العاطفة في ابنك وأن تظهر حبك له في كل لحظة، عناق، قبلات، لمس، فهذا سيزيد من ثقته في نفسه. ثم تجنب كل ما ذكرناه سابقا: سخرية، العتاب، اللوم، الضرب، الإهانة،
كل هذه الأمور تجنبها مع ابنك، اغرس فيهم أن الخوف من الله فقط، حتى أنا أبوك لا تخاف مني، بل إذا أخطأت اعتذر منهم وعلمهم الاعتذار، فإن ذلك يقوي الشخصية. وجههم إلى ممارسة الرياضة، سواء الرياضات الجماعية أو رياضات الدفاع عن النفس. استمع إليهم، شاورهم وأشركهم في عمل ما، وإذا ما اختار شيئا ما، ملابس مثلا معينة، فلا تجبرهم ودع لهم الحرية. امدح الصفات المتميزة فيهم ولا تقارنهم بأحد. احذر من انغماسهم في الألعاب الإلكترونية، فإنها تنشئ شخصيا عزالية، وإذا منعت شيئا فاشرح لهم ووضح لماذا منعت هذا الشيء. وسائل التقوية كثيرة، ولكن البشرى والجميل أن كل طفل يولد بشخصية قوية، فتربيتك إما أن تعزز هذه القوة فيهم أو تضعفها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. السلام عليكم. لملم بحنانك أدمعه، كن أنت القدوة، كن معه.